قصص عربية أخوات السعادة. منذ عدة سنوات في مملكة جميلة اسمها سعادة، عاش ملك له ثلاث بنات، إلينور ولوسيا وأيرين. قد تظنون أن الأميرات الثلاث كن منقذات المملكة ودائما حول الملك للمساعدة، لكن في الواقع أنقذني، أين فارس النبيل الشجاع؟ أين الأمير المنقذ؟ أمير الوسيم؟ لا، هذا حقيقي. يا أميرة، لما تأتين هنا بنفسك؟ لما أنت هنا؟ وأين رجال المملكة الشجعان؟ ألا يهتمون بفتاة في ورطة؟ متأكد أنهم لن يهتموا بفتاة تدعي أنها في ورطة. هل قلت شيئاً؟ لا شيء، لا شيء أبداً. علينا أن نعود، هناك حفل نعد له، ومؤكد أخواتك في انتظارك. أخوات السعادة اشتهرن بالحفلات الكبيرة. أوهو، إن أبي خارج المملكة والقصر لنا وحدنا إلى الغد. أوه، مثل عادتي أوقعت نفسي في ورطة أخرى، لكن لا، لا أمير، أنا لا أفهم، هل أخطأت في شيء؟ هل ينقصني شيء ما؟ مؤكد ينقصك شيء مهم. لما لا نأخذ منوماً ثم ننام بعمق؟ ربما سيأتي الأمير الوسيم لإيقاظنا. نعم، لكن ماذا عن الحفلات؟ وأيضاً كيف نقلم الأظافر؟ أوه، الأظافر؟ لا. كان الملك قلقا على بناته، لكن لم يعرف ماذا يفعل. وفي يوم استدعى بناته. يا فتاة، هذه مخطوطة أسطورية لأسلافنا، أريد منكن فتحها. أبي، إنها تتحدث عن الثلاث صفات للحاكم الحقيقي: وجود هدف ورؤية وتعاطف، وأيضاً عن حاكم مملكة السعادة الحقيقي الذي سيكتشف حقيقة تلك المملكة. إنه الأمير الوسيم. لما لا نستدعي الملوك الآخرين ونقيم مسابقة يا أبي؟ وواحد من هؤلاء الشجعان سيتمكن من حكم المملكة. إنها فكرة رائعة. حفل كبير، ووهو. لا، القدر فقط هو من يختار الحاكم، وأنتن ستخرجن في رحلة لاكتشاف حاكم المملكة الحقيقي. افعلناها من أجلي أنا. إذن لا احتفال؟ خرجت الأميرات للمهمة عند الفجر، واخترن الذهاب في طرق مختلفة للرحلة، وكنا يريدن إيجاد الحاكم الحقيقي، ربما أمير، ويأخذنه لوالدهن. وفكرن أن القرار الأخير سيكون للملك. وبينما تسير إلينور في غابة ميغور، وصلت إلى متاهة، وعند المدخل كان وحيد القرن. أهلا يا أميرة، تبحثين عن شيء؟ أنا أبحث عن حاكم السعادة الحقيقي، وأريدك أن تبتعد عن طريقي. إذن لن أمنع أميرة عن رحلتها لو إيجاد الحاكم الحقيقي
هو ما تريدين، إذن ستجدينه عند نهاية المتاهة. لكن اسمعي مني النصيحة، عليك ألا تنسي من أين أتيت وتستخدمينه في التقدم، وهذا سيساعدك في اختيار أين تذهبين. استمعت إلينور للنصيحة، ولأنها تذكرت أين بدأت تمكنت من عدم تكرار الطريق، ونجحت في الوصول للنهاية بدلا من الضياع في المتاهة. رائع يا أميرة، أترين وجود هدف يساعدنا على إيجاد الطريق. كيف وصلت هنا؟ حسنا، هذا ليس مهما، لكن المهم أن تعودي إلى مملكتك، والحاكم الحقيقي سينتظرك هناك. هيا خذي هذا هدية مني لك. فرحت الأميرة لأن الأمير كان ينتظرها في القصر، وعادت على الفور. في نفس الوقت وصلت لوسيا لمكان تنتظر فيه حيوانات حتى تعبر إلى الجانب الآخر. هل فقدت الطريق؟ حسناً، لا أبداً، أنا أبحث عن زوجي المستقبل. تعلم، حاكم السعادة الحقيقي. لكن الآن أنا مهتمة بالحيوانات، يحتاجون جسراً ليعبروا. نعم، يمكنك المساعدة. تعلمين، البشر لديهم رؤية، وهذا المكان مسحور، وسيسمح لك ببناء جسر باستخدام عقلك. فقط تحتاجين رؤية واضحة للجسر في عقلك، والتركيز مهم، لو فقدتيه سينهار الجسر. بدأت لوسيا فوراً، كان يمكنها تصور جسر بسيط ليأخذها للجانب الآخر لتكمل الرحلة، لكنها تهتم بالحيوانات التي تحتاج للعبور، لذا تصورت جسراً أوسع وأقوى ويتحمل الكثير. وكان الجسر يحتاج تركيزاً وإصراراً كبيرين، وانهار عدة مرات. لكن في النهاية نجحت، وقادت كل الحيوانات إلى الجانب الآخر. رائع، أرأيت، ينجح البشر مع بعض التركيز ورؤية واضحة. هيا هذه هدية مني. هذا الجسر سيبقى دليلاً على رؤيتك، عليك العودة الآن، وحاكم السعادة ينتظرك في القصر. ماذا؟ وكيف لك؟ إلى اللقاء. في حيرة غادرت لوسيا لتعود للقصر، وفي نفس الوقت في غابة بيكوبيريز. يا أميرة، هل أنت بخير؟ أين أنا؟ هذا وطننا يا أميرة، جئت هنا منذ فترة وفقدت الوعي. العائلة تعيش في غابة بيكوبيريز هنا، والقصر ربما لا يعلم بشأنهم. يعيشون في الغابة وهم يملكون كل ما يحتاجون. ما الذي تقوله؟ لا يملكون شيئا. المعذرة مولاتي، أنت مخطئة، معي زوجي وولدي هنا، وهواء نظيف وشمس، وماء نظيف، وخضروات طازجة للأكل، فما الذي ينقصنا؟
إنها حياة بائسة، فأنتم بلا خدم. نعم بالفعل، وهم لا يحتاجون للخدم في هذا الموطن. صمتت آيرين وأدركت خطأها عن معنى الوطن، فهو حيث توجد العائلة. السعادة والرضا يصنعان الوطن وليس الثروة والأشياء الثمينة. شعرت آيرين بدفء في قلبها، افتقدت والدها وأختيها وكانت ممتنة لأنهم معها. للأسف القصر سيدمر الغابة لبناء الطرق للممالك الأخرى، ومثلك تماما القصر لا يدرك معنى الوطن الحقيقي. أنا لن أسمح بهذا، إنه وطنهم مثلما القصر وطني. سأعود للمملكة فورا وأمنع تدمير الغابة. سنجد حلا آخر لبناء الطرق، فما معنى التقدم لو كان على حساب الآخرين؟ فرح وحيد القرن وأعطى آيرين قلادة كهدية شكر، وكما وعدت عادت آيرين للمملكة فورا وتركت البحث عن الحاكم الحقيقي. وبالصدفة وصلت الأخوات للقصر في نفس الوقت وتشاركنا ما حدث في الرحلة. وفور أن دخلنا إلى القصر، تحولت القلادات إلى أشياء سحرية. صولجان لإلينور، وكرة كريستال للوسيا، وتاج بقلب من الماس لآيرين. ماذا يحدث؟ أنا أنحني لأخواتي السعادة. أنت؟ بناتي تستحققن الإرث. أي إرث؟ السعادة هي مملكة سحرية، وانتظرت الأخوات الثلاثة طويلا، وكما تقول الأسطورة سيحكمن المملكة في وحدة. أنتن الثلاث أركان: وجود الهدف، الرؤية، والتعاطف. المملكة انتظرت أن تأخذن عرش الحكم. أنا كنت أعتني بكن فقط يا فتيات، خرجتن للبحث عن الحاكم، وكل الأحداث التي كانت أخذت كنا لأشياء غير متوقعة، وهذا هو الأساس الحقيقي للسعادة. تذكرنا يا أميرات، ما تبحثن عنه هو أنتن. ذهبت الفتيات عبر القاعة إلى مكان العرش، وعندما جلسنا عليه تفتحت زهور المملكة. وبالمهارات الجديدة قامت الأخوات بثلاث تغييرات. إلينور تفهم الاختلاف في المملكة وكونت مجلساً مميزاً من المستشارين، ولوسيا ركزت على رؤيتها لمجتمع متقدم وأدخلت نظاماً تعليمياً جديداً للأجيال الجديدة، وآيرين قادت كل المشاريع التقدمية وحافظت على بقاء الطبيعة، وكان تقدما مستداما. عاشت مملكة السعادة بعد أن وجدت حاكماتها، وكنا يعرفن بأخوات السعادة.